عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في قناة التداول العربي، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد عن سهم باع عظيم، سهم باع عظيم في سوق الأسهم السعودي رقمه 4051 4051، آخر إغلاق لآخر سعر في إغلاق يوم الخميس 19/8/2021 ميلادي كان 135 ريال و40 هلة تقريبا. الآن آخر توزيع كان في شهر 4 لهذا السهم، آخر توزيع كان في شهر 4 سنة 2021 بواقع ريال و75 هللة لكل سهم توزيع. الآن الربح الصافي المعلن لهذه الشركة عن النصف الأول في سنة 2021 كان حوالي 14.7 مليون ريال. الآن في نفس الفترة من 2020 يعني النصف الأول 2020 كان الربح المعلن حوالي 15.5 مليون ريال سعودي. الآن الربح المعلن الصافي لكل سهم عن الفترة في النصف الأول 2021 كانت حوالي ريال و45 هللة، بينما كان الربح الصافي المعلن لكل سهم عن النصف الأول في سنة 2020 الماضية بلغ ريال و53 هللة. الآن توزيع ريال و75 هللة نصف أول هذا عن النصف الثاني 2020، يعني نعتبر أنه في سنة حوالي 3.5 من 135، يعني حوالي 2.8 نسبة التوزيع، أقل من جيد قليلا. الآن نسبة الربح المعلن عن النصف الأول 2021 ستكون طبعا أقل، التوزيعات ستكون أقل لأن نسبة الربح المعلن للسهم عن النصف الأول 2021، لأن نسبة الربح هنا ريال و45 هللة، معناته مش حيوزعوا ريال و75 هللة، حيوزعوا أقل من ريال و45 هللة. الآن نسبة الربح الصافي 41 2 يعني 3 تقريبا، حوالي 2% نسبة ربح السهم المعلنة، ونسبة التوزيع 2.8 على 2021. أتكلم هنا بالتوزيع عن 2020، أتكلم بنسبة التوزيع هذه، لكن نسبة التوزيع هذه في 2021 حتقل أكيد، لأنه الإعلانات عن النصف الأول 2021 إعلان ربح أقل من 1.75، أقل من ريال 75 هللة، معناته ممكن تنزل حوالي 2%. نعتبر أنه يعني السهم متوسط بالنسبة للاستثمار، لكن هناك أسهم أفضل كمردود في السوق المالي. هذا تحليل بناء على إعلانات الشركة وأرباحها، لا يوجد هنا أي توصية ولا يوجد هنا أي تنفير من هذا السهم أو من غيره. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.